لم تجد هذه السيدة بدا من العودة أدراجها بعدما استحال عليها السفر إلى مدينة مراكش. فالمحطة الطرقية ولاد زيان بالدار البيضاء تعرف وكباقي معظم المحطات الطرقية بالمغرب إضراب بعض النقابات في قطاع النقل الطرقي والثمن يؤديه المواطن. يا والو رقم يدلي لك كل شيء، أنتو حالك أنا يدلي لك كل شيء. دواء جايين عليه من مراكش حتى لهنا. ها هو ديالكم صحيح. جاي من مراكش خارج مع 3 الصباح. وشديتوني الشركة وأنا خصني نرجع درك إيرجون نردو لعيا خصها تاكلو إيرجون أنا واحد هنايا. الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين قرروا خوض هذا الإضراب للمطالبة بإشراكهم في إصلاح منظومة نقل المسافرين. لم يؤخذ بعين الاعتبار لا القدرة الشرائية ديال المواطنين ولا المستثمر في القطاع الحالي ولا الحقوق المكتسبة ديال المهنيين. إذا فتحنا الباب على مصراعيه للزحف الأجنبي والشركات العملاقة وفتحنا كذلك المجال للناس تبييض الأموال. بالنسبة للوزارة الوصية فباب الحوار مفتوح من أجل إصلاح منظومة النقل. حوار لم يفضي إلى اتفاق خاصة في شقه المتعلق بتفاتير التحملات. حوار ودينا الحوار يعني البارحة ومستعدين دائما للحوار. احنا من جهتنا الحوار المطلوب، ولكن عندما نقول الحوار يكون من طرفين، بمعنى كل طرف عنده وجهة نظر. ودائما أنا أقول أتمنى أن نصل إلى تفاهم، ولا يمكن أيضا التفاهم أن يكون على حساب مشروع ديال الإصلاح. بين الوزارة الوصية والنقابات المضربة مواطن يبحث له عن وسيلة نقل تقله إلى حيث يريد.